السلام عليكم، كي داير الخوت؟ بخير، هانيه كلشي مزيان، نتمنى تكونوا لاباس وبخير وعلى خير ان شاء الله. اول حاجه اخوتي الله يرحمكم الوالدين، انا بغيت نوجه هذا النداء ديالي للناس خوتنا المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. انا اخوتي وقعت لي واحد الاكسيدو في 2016، كنت خدام واقف، انا يعني انا الوحيد اللي خدام على الوالدين ديالي، انا الولد الوحيد اللي كاين في العائله، كنت خدام عليهم الحمد لله، كنت خدام على راسي، مغير الصغير والكبير كيعرفني في بوعرفه، يعني ما كنت متعدام، ما كنت ندي رزق الناس، ما كنت خدام على راسي وخدام بعرق كتافي، كنت جايبها بعرق كتافي. الخوت انا مشيت في 2016، عيط لي واحد السيد قال لي محمد راه عندنا واحد الخدمه في القصر ديال الامارات في العطشانه بالضبط. قلت له داكشي اللي كان، قال لي ودي تمشي تخدم معانا ب 90 درهم في النهار. يعني انا بقيت كنشوف خدام هنا في محل ديال الدجاج، كنت خدام ب 30 درهم في النهار، يعني 30 درهم ما غاديش تكفي. بقيت كنشوف، قلت اودي انا هاد الخدمه جابها لي الله، غادي نمشي. وداك يعني واخا كنت بصحتي، كنت ساكن على برا، كنت ساكن على بوعرفه على برا، يعني كانت الظروف لا اله الا الله، الوالدين كبار يعني ما كانش لي غادي يخدم، الخو عندي اخواتاتي بنات مزوجين، يعني انا الولد الوحيد اللي كاين بالسيف عليك تخدم. خرجت من القرايه وتوكلت على الله، بقيت نخدم على الوالدين، يعني الغرض ديالنا تخدمي على الشوابين، يعني ما تخليش الوالدين ديالك يتكرفص. هذاك الشيء اللي درت، مشيت خدمت اخوتي، خدمت النهار الاول، نهار الزواج وقعت لي اكسيدو، تهرست من الدار، درت 16 البيس في الدار، 16 بولون مازال راكبه لي دروك في الدار، هادي فيكس، قال لي الطبيبه وديت بقى لك فيكس في الدار ما غاديش تحايد. قلت صافي اللي عطى الله عطاه. قلت له دكتور واش غادي نتمشى؟ قال لي واه غادي تمشى بصح، قال لي ودي يعني غادي تخصك واحد المصاريف كثيره، خصك علاج كبير. صافي سلمت امري لله، مشيت للدار، نعست 3 شهور، انا ناعس غير على ظهري، كنت تقلب غير على تجي وعلى تجي، طبت اللحم ديالي، بقيت كنحايد وكنحايد اللحم ديالي، ومازال درك راني طايب، عندي عمليه تفتحت. صافي توكلت على الله، جاوني الناس ديال الامارات قالوا لي محمد واش كطالب منا، واش كطالب، واش باغي، واش باغي، يعني هما بينوا لي واش باغي، يعني فلوس، واش باغي الدار، واش نصوبوا لك الدار بشهاده الناس، يعني كاينين الناس كانوا شاهدين معايا في البيت اللي جاوني. جاني اماراتي قال لي محمد هذا البيت هذا واش ديالك، غادي نصوبوا لك. قلت له انا غير كاري. قال لي واش الطلب ديالك؟ قلت له انا الطلب ديالي بغيت نتعالج، بغيت غير نرجع كيما كنت، غير نتمشى، ما بغيت منكم حتى شي حاجه. قال لي صافي مرحبا، غادي ندوك تعالج فين؟ قال لي غادي ندوك تعالج على برا. قلت له صافي مرحبا. مشينا هكذاك دار العام الاول، هكذاك ما كاين والو، دار العام الثاني بقيت نمشي لهم العطشانه، نجي كانت كرفص وتماره ومهرس غير بالكروسه. قلت صافي اللي عطى الله عطاه. واحد النهار تلاقيت مسؤول اماراتي قال لي واش كطالبه بعلاج؟ نفس الحاجه كنديرها، ومازال عندي طلبات كندفعهم. قلت له ودي انا كنطالب العلاج، ما بغيت منكم لا فلوس لا والو، لان لو وقفت وتمشيت على رجلي انا اللي غادي نجيب الفلوس، شحال غادي تعطيني؟ تعطيني 10 20؟ وبقيت جالس في الكروسه، غادي تكمل لا ما تكملش؟ نبقى نطلب، نبقى ساسي نيشان، تبقى عباد الله تشد ديك الفلوس تقضيها وتبقى تشوف. قلت له انا باغي العلاج، قال لي صافي مرحبا. مشيت على هذيك الطريقه، داروا لي 90 حصه ديال الترويض في وجده، زادوني 90، زادوني 90، لقيت رجلي لقيت الحمد لله، يعني بقيت كنتحسن، ما فقدتش الامل. قلت صافي الحمد لله، بقيت نوقف. قلت له كنت سامح في صحتي انا، قلت صافي يعني مادام تهرس من الدار 16 بولون، يعني صافي اللي عطى الله عطاه، ما غاديش نزيد على النوقف. قلت الحمد لله، بقيت كنوقف، بقيت كنحس برجليا شويه، بقيت كندرج ديك الخطوات، صافي طمعت. قلت صافي انا غادي نتمشى، وهذه هي الحاجه اللي باقيه فيا، اني يعني عندي الامل اني نوقف، وعندي الامل اني نتمشى، وخرج لي ضعافه، واخا ما كنديرش الترويض، كنوقف في الدار، كتوقفني غير الوالده مسكين كتضرب معايا تمارة، بعد مرات كنشوفها مريضه كنقول لها اما بلا ما توقفي يعني خليني نوقف غير الراس، والحمد لله مكابره معايا موينتي، واللهم لك الحمد، هذاك هو الربح وراس المال، هذاك هو راس المال، هذاك هو ربحي انا في الدنيا كامله غير ديك الوالده، والحمد لله مهرس في الكروسه ومازال خدام عليها، مازال متسلف، مازال ديباني، مازال كاين فين كنبيع حوايجي، كنشد تليفون زين حاجه كنمشي نبيعها، وكنمشي نجيب الوالديه كنخلص الكرا، مازال يعني الصغير والكبير يعرفوني، حتى مول الكرا راه كيعرفني انا اللي كاري عليه، كنخلص له 500 درهم ديال الكرا، المصاريف كنديباني اللي كان كنمشي نتسلف، والحمد لله ما محشمنيش حتى ولاد البلاد، الحمد لله الناس ديال ولاد اي واحد كنمشي له كنقول لها خاصني، كيقول لي محمد مرحبا، ولكن لا اله الا الله، حتى ولاد البلاد راه كل واحد وظروفه، كل واحد يعني راه كاين اللي كيحشم كيحيدها من اللحم ديالو كيعطيها لك، يعني عنده حتى هو مرض، عنده عائله، عنده هذه، والحمد لله. المهم خوتي نكمل لكم، عاودوا وقفوا لي الترويض، وقفوه، بقيت كنجري من جديد. وقفت معايا واحد السيده في الرباط، كيقول الخير عندها ولا رد، الله يكثر خيرها، الله يرحم لها الوالدين. وصلت للدوسي ديالها للرباط، قال لها واحد المسؤول اماراتي تما، والشهاده ديالها حتى هي، ومازال عندي النمره ديالها، وقالتها بشهاده ناس كانوا معايا، قالوا لها ودي الحاله اللي راه وصل لها هاد الدري هذا، حنا ما كناش ضامنينها راه وصل لهاد الحاله هذه، واخا كان كيهضر. قالت لها ودي الحاله، يعني صورت لها التصاور، داتهم كل شيء، في ظرف سيمانه عيطوا لي قالوا لي محمد خصك تدير لنا طلب، عيط لي مسؤول ديال القصر ديال وجده، المدير ديال القصر الله يكثر خيره، هو وقف معايا مسكين، قال لي محمد غادي تجي تدير لنا طلب، واش راك محتاج في الصحه ديال كامله؟ قلت له مرحبا، داك الشيء اللي كاين. مشيت للملحاوي، راه هنا معروف بوعرفه، مشيت له قلت له ودي انايا ها واش ها واش ها واش ها واش، قال لي غادي ندير لك هاد الورقه هذه، يعني واش غادي تحتاج، يعني مازال داير انا ديال البوله، ها هو مازال داير البوله، مازال كنت في الشغيب تسيو لحد الان كنرمي الحجره منه،
الحجر كرميه من البولة ديالي وصابر الحمد لله. كتقول الحمد لله يعني حاجة عطاك الله، أنا قابلها اللهم ولك الحمد. إيوا واش هي باش تستسلم؟ ما غاديش نستسلم يعني، غادي نكمل وخا نكمل باش ما كان، وغادي نوقف يعني. عندي أمل كبير في الله، غادي نوقف. عندي أمل ديال دوك الوالدين، لأن غادي نوقف لهم يعني. والدي كبار وانت غتبقى جالس في الكروسه يعني، شكون اللي دخل عليك حتى داك المرصو ديال الخبز؟ حنا ما رضاوش ندو يدنا لعباد الله يعني، الظروف هي اللي زيدتنا. راه لا اله الا الله، ربي اللي بغى. عيطوا لي، مشيت للملحاوي، دار لي الطلب يعني. الدري واش خاصو؟ عندي تسيب في النبوله، عنده عمليه طياب، عنده الرجلين دياولو يعني، عنده صوالح. وقال لك صافي غادي نديوك نتكلفوا بيك. جاو هزوني من داوني الكلينيك السويسي في الرباط، هزوني من الاماراتيين داوني الكلينيك السويسي في الرباط. دخلت جاني واحد المسؤول تما، قال لهم ودي هاد الحاله هذا غادي نتكلفوا به، نتكلفوا به 100% يعني، غادي نتكلفوا به نعالجوه. جاني تما قال لي محمد، واحد السيد تما مسؤول معاهم في الرباط، قال لي محمد واش واش كطالب؟ واش راك باغي؟ واش راك مزيان؟ قلت له انا باغي نجي غير نتعالج. مشيت وحدي 15 يوم انا وحدي تما، ما كانش اللي يبدل لك يعني حتى تريكو ولا شي حاجه اللي يعطيها يعني. كنت يعني كليت الدق بزاف، تكرفصت والحمد لله. درت جوج عمليات، داروا لي العمليه في الرجلين، كانوا رجليا طايحين، درت عمليه الرجلين ديالي بجوج، وعمليه ديال الطياب هنايا كان فيا طياب، وراه هو اللي راه داير لي المشكل درك. وتفتح تفتح الطياب ولا احمر. قال لي الطبيب، قال لي غادي ندير لك هذه العمليه وغادي نفيكسي لك الرجلين وغادي نزيد نكمل معاك التعالج وغادي توقف، ونطلب لك واحد لاباراي ديرها ان شاء الله وغادي تبقى تكون الامور ديالك مزيانه. قلت له انا اللي درته مرحبا، قلت له انا الغرض ديالي جاي نتعالج. قال لي مرحبا. قلت له دكتور عندي واحد القضيه اخرى. قلت له انا يا حاجك يعني اسمحوا لي اخوتي على هذه الهضره، راه المرض هو هذا. قلت له ودي انا عندي حاجه المخرج ديالها كان جبت 12 يوم 10 يوم 11 يوم، راه ما كنحس بوالو، عندي حتى المصارين ديالي كان ينطق، ما كنحس حتى بشي حاجه. قال لي غادي تمشي وغادي تجي وغادي نكملوا معاك ونعالجوك. قلت له مرحبا. هذاك الشيء اللي كاين سيفطوني هنايا بوعرفه، سيفطوني سمحوا فيا. بقيت كنعيط لهم كيقول لك لا حق، راه الميزانيه ديال المصالح الاجتماعيه في الرباط راه ما بقاش، شويه بقاو كيقطعوا عليا شويه، ما بقاش كيفوتوا لي الابيل ديالي كاع. كنعيط لهم، مازال عندي نوامرهم لحد الان، عندي النوامر ديال الرباط مازال محتفظ بهم، مازال محتفظ بالورق اللي دخلوني بها الكلينيك السويسي، مازال كل شيء عندي يعني. وانا املي في الله يعني، حتى هما الا بغاو يسمحوا ولا يعني كلاو كما كنقولوا في جرتي وبغاو يسمحوا، راه وكيلهم الله، راه ربي كبير، راه غادي يخلصهم. شحال شحال غادي يعيشوا؟ يعيشوا 80 100 سنه، راه واحد النهار غادي نطيحوا نطيحوا في حفره واحده، وغادي نقول لهم حاجه واحده. وديما كنقولها، راه كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما وكلت عليكم الله، راه ما غاديش نسمح لكم لا دنيا ولا اخره يعني. اللي كلا لي شي حاجه من عرق كتافي وعرق دوك الشوابير، راه وكلت عليكم الله، كيما ضيعتوني في صحتي، راه انتم ربي راه غادي يلهيكم ربي بشي حاجه، راه الذنوب تخرج تخرج يا هنا يا لهي. هاد الناس سمحوا فيا. نزيدكم خوتي، درت واحد النهار درت لايف هضرت فيه، قلت لهم اخوتي انا واش رخصني، واش رخصني؟ خصني اباراي كما دايرها لي الطبيب، وخصني نخيط الجرح. عندي النبوله ديالي ما كنتش دايرها في الحساب، ما كنتش داير النبوله، النبوله مشيت منها بها مزيان. نجيكم الهضره، مشيت لوجده بقيت كندير الترويض. كانوا ناس تكلفوا الله يكثر خيرهم، ما ننساش خيرهم، راه كيما قالك الخير عده ولا رده، راه ما كننساش خيرهم، الله يكثر خيرهم. كاين ناس هنا وقفوا معايا، ناس ديال بوعرفه، دراري ما عندوش كما كنقولوا كيمشي يضرب الباله باش يجيب 70 درهم في النهار، اقسم بالله العلي العظيم. وجا كيعطيني 5 دراهم، كيقول لي محمد هاك هذيك، يجي يقول لك ابرح بنت الوالدين، ولا ديك 5 دراهم كبرت فيا انا، بنادم كيضرب تماره بعرق كتافه وكيجيبها، عنده وليدات، عنده مسؤوليه، عنده كيجي كيقول لي محمد هاك. الله يكثر خيرهم، ما نسيهمش. دراري شباب وقفوا معايا، وقفت الرجال، وقفوا معايا ناس برا برا المغرب. داروا لي العمليه ديال النبوله، درتها ب 7000 درهم 700 فرنك، حيت حجره فيها 3 سنتيم ونص، والدليل الحمد لله مازال عندي، مازال دايرها في الاخر ديال الطبيب. حجره 3 سنتيم ونص حيتها من هذا السيو، هذا السيو اللي كتشوف فيه، هذا حيتها منه، ومازال الحجر يولي هو ابيض. واش قال لي الطبيب؟ قال لي، قلت له دكتور ندير تحيد لي الحجره وصافي يعني، غادي نقدر نحيد السيو. قال لي لا، قال لي حيدت لك غير الحجره، قال لي غادي تضرب واحد العام ولا ما تكملوش، غادي ترجع تحاول عاوني حيد لك الحجره. وهي ولات والله لا تنغزني، حس بها كتنغزني هنايا الحجره، ولات تربى من جديد. هكا كندير للمره الاولى باش غادي نحيد السيو يعني، خصني اختصاصي، خصني بروفيسور مجهد. وجده ما فيهاش، وجده الناس اللي كانوا مكلفين بيا، هاد الناس ديال الجمعيه اللي كانوا واقفين معايا بالشهاده ديالهم هما، كان الطبيب كيدي عليا 500 درهم في النهار، 50 الف فرنك في النهار، 250 درهم الصباح، 200 درهم 50 250 درهم العشيه، صافي ما زادش حتى واحد النهار ما شفتش النتيجه، ما بقاش نضيع عليهم رزقهم. عيطت لهم قلت لهم بقات شي بركه قليله. واش قلت لهم؟ قلت لهم اخوتي انا هاد الناس، هذا الطبيب يعني ما بينليش النتيجه. قلت لهم هاد البركه اللي باقيه اعطوني باش نركب
قلت لهم شوفوا شي حاله واحده اخرى عاونوهم بها. قلت لهم، قال لك لا هذاك راه رزقك انت. قلت له ما ودي رزقي، ولا راه مجمعوه غير الناس، ماشي يجمعوه الناس، يعني يجمعوه الناس غير المرض، راه بشهاده الناس هذه الهضره قلتها وبشهاده الناس، وراهم كيشوفوا فيا هاد الناس هذا. اللي طلع عندهم هاد اللايف وغادي يقول لك اودي هاد الهضره كاين. قلت له ما ودي الفلوس اللي باقات ما بقاتش بركه قليله. قلت له ما ودي عاونوا بها شي مرض واحد اخر، ما دي تجمعت على غرض المرض ما تجمعش على شي غرض اخر. والحمد لله خليت بلاصتي معاهم زينه، اللهم لك الحمد، مازال لحد الان كنهضر معاهم، يعني كيقول الخير عدا ولا رد، احنا ماشي نسيه الخير. المهم جيت لبوعرفه، بقيت ايام على ايام، الجرح عطاني الطبيب دير لي واحد الطبيب في وجده، قال لي بقى دير له غير الفاصمه. كنت كندير له الفاصمه، ندير له الفاصمه، زدت ايامات ما بغيتش نسمح في راسي، قلت انا غادي نحاول. مشيت للطبيب ديال الرباط، عاوني بواحد الغريزات، واحد جوج غريزات، وقال لي ودي غادي نقلع لك اللحم منه وغادي نركبها لك في البلاصه ديال داك الجرح اللي جايك، لان داك الجرح كما نقولوا جايني بحال جايني بحال هاد البلاصه هذه، يعني تحرك غير دراعك ولا نقول تحرك رجلك يتفتح، جايني بلاصه حساسه، وراه يعني عندي داك الشيء، عندي الصوار، عندي كل شيء عندي. جيت لبو عرفه، بقيت على داك الجرح اليوم، داك الجرح واش بقى يدير؟ حاشاكم اخوتي، ونطلب منكم المسامحه هذا اللايف هذاك، حتى الا شوفه شي راه تشوفه بنت، تشوفه مرا، تشوفه، كنطلب منك المسامحه، ونطلب منكم المسامحه كاملين. انا الطبيب فاش فتحني زيد لي الفتحه، يعني حاشاكم مجيد الحجر ديالي، يعني خرج عليا، يعني زيد لي الفتحه، يعني باش خاصني دروك نتخيط، خاصني نقلع هذا اللحم كامل، راه خاصني تقريبا نقلع قد هكا ديال اللحم، قد هكا ديال اللحم خاصني نقلعه باش نركبه، يعني باش نقلع من الرجلين، انا نقلع من ما، يعني لا طلع عطاه المرض والفناه، نقلع من ما، ولاني باش نقلع من رجلي، رجلين ما عندي فيهم، عندي فيهم ما نقلع الرجلين، يعني رجلي يلبسوا، وين غادي نقلع؟ غادي نقلع من الكتف، نقلع هو اللي بقى لي شويه، يدي اللي باقي كندفع الكروسه بهم. صافي هادشي اللي كاين اخوتي. وكنطلب منكم حاجه واحده، وكنناشد المغاربه كاملين اخوتي، داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اللي ما عندوش اقسم لكم بالله العلي العظيم، انا درت السبب، ولكن على من على من كيما كنقولوا متوكل، انا متوكل على الله، انا الحمد لله، يعني بنادم واخا هاد الظروف واخا هاد، يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، يا ربي لك الحمد. صلاتي نضحك، ما مزير على نفسي، ما والو، هادشي عطاه لي الله، لو كان عطاه لي الاب راه ما غاديش نتقبلها بصراحه، ما غاديش نتقبلها، ولكن عطاه لي الله الحمد لله، يا ربي لك الحمد، كالي شارب كاري الحمد لله، يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد. ولكن حاجه واحده اخوتي، واش حتى هي كنا شفت فيها الناس دي كاملين ديال المغرب خارج المغرب، كنا شفتكم بحاجه واحده، انا ما بغيت منكم لا فلوس ولا نفتح شي كونت ولا تصيفطولي ولا والو، بغيت اخوتي ناس، وهاد العواشر هادي ورحم لكم الوالدين اخوتي، بغيت ناس، انا عندي الجرح وعندي النبوله، النبوله حاشاكم، ها هي النبوله كنرمي، يعني قلت لكم راه كنرمي الحجر، كنرمي الحجر، كنرميه الحجر كنرميه من النبوله ديالي، ما كيتبوش هاد السياره، كنشري ب 30 درهم، بالمرات كنمشي للسبيطار اقسم بالله العلي العظيم كيقول لك ما كانش، منين كنمشي نجيبها اقسم بالله، لا بعد المرات كنصيفط الوالدين ديالي على رقبتي، وكاين الفارماسيان وبشهاده الفارماسيان اللي كاين، راه مجيت الرامبول كبيره فارماسيان معروف، كنقول الوالده ودي امها روحي جيبي لي عليه تيو حتى ندبر باش نخلصه، يعني ما تقدرش تقعد بلا تيو، النبوله ديالك كتنفخ كتوصل حتى لهنا، وقابلين والحمد لله، اللهم لك الحمد. وكنناشدكم اخوتي كاملين داخل المغرب خارج المغرب، فين ما كنت اخوتي، بغيت ناس يتكلفوا بيا، ناس يصيفطوني غير فين نتعالج، انا بغيت غير نتعالج، ما بغيت حتى حاجه، ما بغيتها، بغيت غير نتعالج، نوقف، عندي امل نوقف، عندي امل نتمشى، ولكن باش غادي نوقف وغادي نتمشى وغادي نخيط الجرح ونحيد السيو ديال النبوله اخوتي، راه خاصني مصاريف، انا راه ما عنديش، باش نكون واقعيين، لو كان كنت عندي راه ما غاديش نجي وغادي نناشدكم اخوتي، وانا عارف الامور مزيره والعواشر والعيد، يعني انا ما بغيت والو، انا كنطالب غير علاج، بغيت نوقف نرجع غير داك محمد كما قلت، مانيش طامع نوقف ونتمشى نجري، لا، بغيت نوقف غير بداك البيكي، ندير غير بيكي منه وبيكي منه ونتمشى انا ديك الخطوات، نقدر حاجه واحده اخوتي نقصوها على يدي، على ديك الشيبانيه، بغيتي ديك الوالده، انا عندي الوالده كبيره، هاد المره مرضت كاس ديال الماء، اقسم بالله العلي العظيم بحال هذا ما لقيت اللي يعطيه لي، اقسم بالله هاد النهار ناقص من عمري، وهاد الماء اللي نتغسل به، هاد الماء نتغسل به، الا ما لقيتش اللي يعطيني الماء، والله الا نعست هكاك، صابر الحمد لله، هادشي عطاه لي الله، الوالده ديالي غير مرضت تعذبت انا اكثر، يعني بقيت كنفكر كنقول اودي واحد النهار الوالده ديالي راه ما تقدليش، واخا الله يسمح لنا من الوالدين، واخا امك راه تكون اللي كان، راه ما تجيش تقول لك ما نقدش، الله يسمح لنا منهم، ولكن انت راسك كتشوف امك عيانه، كتنوضها مع الزوج ديال الليل، مع الثلاثه، مع الربعه، اما نوضي راه تسيت بوشه، اما نوضي عطيني هذيك، اما نوضي هذيك القرعه ديال الماء لهيه، اما هذه راه كما يقول راه ما يحس بها غير واحد، انا راه جربتها وطحت فيها،
وكان ناشدكم اخوتي، بغيت منكم طلب واحد يرحم لكم الوالدين وهاد العواشر هذا، بغيت ناس ما يصيفطولي، ما بغيت والو، بغيت ناس يتضامنوا معايا يصيفطوني نتعالج، صيفطوني اخوتي للكلينيك نتعالج، بغيت نتعالج ونوقف على رجلي. هضرت مع واحد الكلينيك كاين في تركيا، مستشفى اكسيف، هضرت معاه شرحت له الحاله ديالي، قلت له ودي واش تكاين، واش تكاين، قال لي غادي يجي معك مترجم، قال لي لا يجي معك مرافق، السكن علينا والماكله علينا، ولكن طلب لي واحد الثمن، لان واخا ما عنديش الثمن نبيع، لو كان غير عندي الدار اللي غادي نبيعها راهم قالوها الوالدين، قال لك لو كان عندنا ما نبيعو راه غادي نبيعو. انا بعض المرات الوالده راه تنطق كتقول لك اولدي لو كان نبيع حاجه من صحتي لو كان نلقاها للبيع ونبيعها ونداويك اولدي، يعني وصلنا لشي امور، راه بنادم كيزير على راسه وكتقبلها، واخا امك كتقولها بديك الهضره، ولكن انت راه كتبقى فيك الحاره 30 سنه، تهرسنا غير شباب، تهرسنا 24 سنه، يلاه يلاه كيما نقولوا حلينا عينينا، يلاه حلينا عينينا، صحتنا مشات، ولكن ما قاطعينش الامل، راه الامل ديال الله والحمد لله، اللهم لك الحمد. انا بغيت غير علاج اخوتي، بغيت غير نتعالج، بغيتهم يتضامنوا معايا بالصغير بالكبير، حتى اللي اخوتي يقدر حاجه واحده واش يدير، يشوف غير هذا اللايف واش يقول، الله يرحم لكم الوالد، راه ما تعرفش كاع منين تجي، راه يقدر كاع بلا طبيب بلا والو، راه ربي يسهل، دعي غير بكلمه واحده ولا ودي الله يعمر ربي يشافيه، صافي هذا الشيء اللي بغيت، دعي غير بكلمه واحده ولا وطاق ولا ودي نبارطاجي مع هذا السيد هذا، تقدر تطيح في يد واحد اللي باغي يدير فيا خير، يقدر يديني نتعالج، لان انا ما بغي باغي والو، انا باغي غير نتعالج، انا حتى الا داوني نتعالج حتى الماكله ما يجيبوها ليش. الماكله ندينا وما غير انا خبز وتاي ورانا عايشين الحمد لله، انا دفعوا لي غير فلوس الكلينيك يعالجني نوقف نتمشى على رجليا، هذا الشيء اللي بغيت، ويرحم لكم الوالدين اخوتي، وكنطلب منكم الاعتذار وكنطلب من الخوت كاملين، الا صدر مني شي غلط وغلطت في شي كلمه ولا غلطت في شي حاجه كنطلب منكم المسامحه، راه حتى المرض بعض المرات راه ما كنتش نفس ديالك يعني زينه، وهذه راه تقدر تغلط في اي حاجه، ولكن حنا ما نغلطوش، حنا امنا في الله والحمد لله، اللهم لك الحمد، راه مهرس وراه معاكم دروك كنهضر معاكم، هي عندي عمليه مفتوحه، راه هنا عندي عمليه مفتوحه، يعني كالي الدق مفتوحه، راه كندير لها غير الفصم، كندير لها الفصم، درتها على الصباح، هي درك راه مزير عليا، راه خاصني نمشي نبدلها، وكان اكل ثلاثه الحبه ديال الكودو لي بران ديال الالف، قال لي الطبيب راه غادي تكتلك هاد الكودو لي بران، ولكن ما نقدرش نقطعها، الا ما كليتهاش بالليل راه ما ننعش، ما نقدرش ننعس، والله ما ننعس، عندي الجنب ديالي والله ما ننعس عليه، وهذا الشيء اللي عندي اخوتي، وكنطلب منكم المسامحه، وكنناشدكم اخوتي وناشدكم مره اخرى، كنطلب من المحسنين ديال المغرب وخارج المغرب، وقفوا معانا، ما تعطيو ما تفيرسيوليش، ما تعطيوني فلوس، ما والو، هذاك رزقكم، وهذاك خيركم انتوما، حنا انا بغيت كيما انت راك خدام، انت راك كضرب تماره، بغيت تعاوني بشي بركه ولا بغيت تعاوني راك خدام وكضرب تماره، غادي نقول لك حاجه واحده، الله يرحم لك الوالدين والله يعمر ربي يعوض لي صحتي، وتا انا غادي ندير كذاك الخير اللي درته فيا راه غادي نعاود نديرو انا، لان انا اليوم واخا مهرس اقسم بالله العلي العظيم مهرس، داروا فيا الناس الخير والله العظيم شحال من مره، تا انا كندير الخير باش قديت، يعني هذيك هي الطريق اللي غادي نتمشى فيها حتى انا، الناس داروا فيا الخير حتى انا غادي نتمشى على هذيك الطريق، انا بغيتكم غير توقفوا معايا، بغيت نتمشى ونوقف، الحمد لله راني كنوقف واحد الخطوات، كنتمشى اربعه الخطوات خمسه، ما خصنيش بزاف، ولكن خصني الفلوس من غادي نجيبها، ما عنديش باش نتعالج، كانت واحد الانسانه كتدير لي الترويض في وجهها، قالت لي محمد تمشى، بصح قالت لي خصك واحد الترويض اللي مداوم شويه، هذيك مداوم منين نجيبها؟ هذيك مداوم منين غادي نجيبها؟ خصك 200 خصك 24000 فرنك في النهار، في النهار 12000 فرنك، 120 120 درهم الصباح، 120 درهم العشيه، وكنت كنمشي بالكروسه، انا عيط لي السيد الله يكثر خيره ويرحم له الوالدين، عيطني من برا، قال لي محمد راه غادي نسيفط لك كرسي متحرك بحال هذا، قال لي نسيفطو لك بصح، قال لي ودي بشهاد السيد، قال لي ودي راه بصح غادي تخلص عليه 2000 درهم 200000 فرنك، قلت له قلت له ودي ولد عمي الله يكثر خيرك ويرحم لك الوالدين، ولكن هاد 2000 درهم انا ما عنديش، وانايا هاد الكروسه هادي غادي نحيدها، غادي نحيدها بارادتي وان شاء الله ربي معاوني ورضات الوالدين، غادي نحيدوها ان شاء الله ونحيدوها بفضل الله، بغيتكم خوتي تعاونوني بالصغير بالكبير، عاوني خويا، عاوني باش ما كان بالبارطاج بالدعاء، والناس ديال خوتي ديال الجاليه كنطلبها منكم، وكنعاود نطلبها وكنطلبها من خوتي كاملين، عاونوني الله يرحمكم الوالدين، صيفطوني غير كلينيك نتعالج، انا بغيت نتعالج ونوقف على رجليا، ما بغيت والو، ما كنطالب بوالو، ما بغيت مصروف، ما بغيت كرا، ما بغيت اسيدي انا نمشي نسكن برا، انا نوقف ونتمشى على رجليا ولا غير اليوم كاع غير اليوم ونبقى باش نتعالج، غادي نمشي نهز قيطور، راه عندي قيطور نمشي نسكن برا، انا عندي الغرض نوقف، ونهار نوقف ونتمشى على رجليا غادي نعوض كلشي نعوضها ان شاء الله، شوي بشوي كلشي نعوضها، مازال صغير، راه 30 سنه يلاه دخلت 30 سنه، 24 سنه راني دخلت درك شي 6 سنين ولا 6 سنين وشي حاجه، ما نطولش عليكم خوتي، ويرحم لكم الوالدين، بغيتكم تعاونوني وتوقفوا معايا بالصغير بالكبير، وكنطلب منكم المسامحه، راني ولد البلاد وولد بوعرفه، والصغير والكبير كيعرفني، راه ما عمري صدرت مني شي حاجه ديال العيب، مخير اقولها لكم، والنمره ديالي خوتي 06 23 99
85 15، وكنطلب منكم المسامحة مرة أخرى، ودعوا معايا أخوتي، كنطلب منكم الدعاء والله يرحم الوالدين على أي حاجة، ونطلب منكم المسامحة، راه لا إله إلا الله، سمحوا لي بزاف أخوتي، الله يرحم والدي.